سلمى، بفقرتنا الأخيرة كتير حلو نضوي على الجريمة الإلكترونية وبعض المخالفات اللي هي صارت فعلا مزعجة ومسيئة، ممكن يستخدموها بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب الأذى الكبير للآخرين. فمؤخرا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، يهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق طبعا مع التطور التقني حاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد أيضا من استعمال الوسائل التقنية. لنعرف أكثر عن هالقرار وكيفية تطبيقه وشو هو الشيء الجديد يلي طرأ عليه، أكيد رح نحكي بالتفصيل مع الأستاذ المحامي مصطفى مليحان. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم وكافة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية أستاذ خلينا نبلش نحكي عن القانون القديم والقانون الجديد وشو الفروقات بيناتهم. تماما. هلأ القانون القديم رقم 17 لعام 2012 كان بيتضمن مواد بتتعلق بالبرمجيات ويعني هو فيه مادتين ثلاثة فقط بتتعلق بالوسائل التواصل الاجتماعي وانتهاك الخصوصية. فالقانون الجديد رقم 20 لعام 2022 هو أشمل، فهو عالج كتير مواضيع بتتناولها على وسائل التواصل الاجتماعي وبتتناولها على الجرائم الإلكترونية. فهون تخصص أكثر وصار متخصص أكثر بهذه المواضيع. طيب خلينا نحكي اليوم شو هي التعديلات والإضافات اللي أضاف السيد الرئيس بشار الأسد على هي القوانين، وقد هي فعلا بتخدم الواقع اليوم مع هذا التطور التكنولوجي الهائل وللأسف مع المشاكل اللي عم نشهدها بشكل كتير كبير إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم تنعكس على حياتنا اليومية كمان. تمام. هلا احنا المعروف انه تحول العالم كله لقرية صغيرة، يعني حتى المجتمع العربي صرنا يمكن اي شخص يمكن بيكون بالمغرب بنعرف شو عم يساوي او شو صار هنيك. تمام. فنحن اجى القانون هون للحد من الاساءات، للحد من الانتهاكات اللي عم تحصل للاشخاص. فهون عالج، هو صنف المواد تبعه. فهني كان في جرائم هي بتطال هي الاعتداء على الأشخاص أو على الشخص، وجرائم تقع على الأموال، وجرائم تقع على المجتمع، وجرائم تقع على الدولة. فهون صنفهم هن أربع تصنيفات وكل واحدة حدد إلى عقوبات. يعني بجرائم الواقع على الأشخاص، تمام، كان سابقا مثلا جريمة الذم والقدح والتحقير تخضع لقانون العقوبات العام يلي هي مثل يعني مثل اي شخص انه بيرتكب هذا الجرم، فاذا ارتكبه برا بينه وبين شخص او ارتكبه على الفيس فهو نفس العقوبه. فاجى هون القانون الجديد فصل، يعني شخص قال للشخص اساءله حكى له اي كلمه، تمام، اساءله باي كلمه. فهون هلا الكلمه هي اللي حكاها، وين حكاها؟ هل حكاها على الماسنجر ام على الواتساب ام علق له فيها تعليق عبر صفحته الشخصية، أم هو نشر بوست بهذا الشيء. فهون عالجها بعدة مواضيع. فإذا كان هو الشخص بعت له إياها على الماسنجر فهون اعتبرها صنفها كعقوبة غرامة ما فيها حبس. أما إذا راح مثلا هذا الشخص كتب له إياها بتعليق أو كتب له بوست، هون صار في عقوبة حبس لأنه علنية صارت علنية. فهون ميز بين العلنية والغير علنية، وشدد في حال انه كان الذم والقدح والتحقير واقع على موظف عام او لخدمه عامه. تمام. طيب. فهي احدى يعني الامثله اللي عالجها. طيب ايضا العقوبات، يعني العقوبات سابقا كانت حسب المواد عقوبات بسيطه، فيعني كان مثل ما بيقولوا اي واحد ممكن يتجرأ يعمل. العقوبه كثير بسيطه، ممكن شهر شهرين ايام بسيطه، حتى ممكن تلتغى، حتى المبلغ المالي اللي كان ينفرض على هيك عقوبات ايضا فينا نقول كثير بسيط بالنسبه لجنس العقاب نفسه اللي طيب. لازم يكون موجود. هل اختلفت؟ هلأ مثل ما قلت لك كان سابقاً بيخضع القانون رقم 17 لعام 2012 للقانون العقوبات العام بما يتعلق بالجرائم. هون إجا مفصل، هون شدد فيها، بس التجديد إجا ترتيب،
يعني ما اجى انه مجرد انه بس خلص وقعت الجريمه، قلت لك يا مثل ذم والقدح والتحقير، اذا علنيه غرامه، اذا كان اذا كان غير علنيه بينه وبين الشخص غرامه، اذا كان علنيه اجى حبس، اذا كان على الموظف بتتشدد هون العقوبه اكثر، بتصير مثلا سنه. فهون فصلهم تفصيل، يعني عمل ترتيب، ما حط انه للكل جمعهم بعقوبه واحده، بعكس قانون العقوبات انه اللي بتكون مثلا ذم والقدح كذا عقوبتها شهر. تمام. فهون اجت هي القصص، وبالاضافه للقانون كمان اجى حمايه للشخص، للحريات الشخص، يعني انتهاك خصوصيه شخص، يعني شخص قاعد بكافيتيريا او فنان او شخص قام بتصويره ونزلها على صفحته، فكمان هي انتهاك لحريته، كمان حماها القانون، منع انه اي شخص تنتهك حرياته تحت بند والله انه هذا فنان ولا احنا صورناه، او واحد مثلا شخص شخصيه عامه كمان صورناه، كمان هذا كان حما. وبالاضافه كمان الجرائم الماسه كمان بالحشمه، اللي هي كمان كانت مو مذكوره بالقانون السابق، وكان انه مثلا شخص بيجيب صوره اي بنت او اي شخص فبيجي بيعالجها وبيساوي فيها، يعني بصير ماسه بالحشمه، فهون كمان نفس الشيء، كمان هون رتب عقوبات عليها، يعني الاول مثلا اذا شخص ساوى هي الصوره فهون عليه عقوبه، فاذا كمان نشرها بتتشدد العقوبه الاولى لمعالجه هي الصوره او المقطع الفيديو او الصوت هي السنه، فاذا قام بنشرها بصير بتزيد سنتين بصير عقوبته. وإذا كان مثلا واحد هي بتصير كثير على، يعني هي أكثر يمكن جرائم متداولة، يمكن واحد بيكون خاطب وحدة أو بيعرف وحدة فبتبعث له صورها، فهو مثلا بعد ما يتخانق هو وياها أو يفسخ الخطبة فبيحاول يبتزها وبيحاول إنه ينشر صورها على الفيس ويشهر فيها، فهون كمان هون عاقب على هذا الشيء، يعني حتى لو هو حصل على هاي الصور برضاها ولكن هو ما بيحق له انه ينشرها، فهون كمان اجت العقوبه 3 سنوات ورد شدد اكثر وصل ل7 سنوات اذا كانت واقعه على قاصر. بس استاذ اليوم بنشوف انه كثير من الاشخاص ممكن يتعرضوا للابتزاز، ممكن يتعرضوا لتشويه السمعه، لكثير من الاخطاء اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بيقولوا يمكن اذا بدنا نتوجه للقانون فهي اجراءات ونزله وطلعه كثير وممكن نحن ما يتحصل حقنا، وكثير فيها اجراءات هي القصه، فبيفضلوا انه يسكتوا على انه يحصلوا حقهم بهي الطريقه. شو هي الاجراءات وقد ايه بتاخذ مده لحتى الشخص يحصل حقه من الشخص اللي اساء له؟ تماما. هلا هنيك وكمان صنفنا نحن الجرائم الواقعه على الاموال، فمن هاي الجرائم الواقعه على الاموال هي الاحتيال. هلا كثير نحن بنشوف عن طريق الفيس بيعرضوا بضائع معينه على الفيس او البسه او اي شيء ثاني، فبيطلبوا مثلا انه مثلا موجوده، فبيجي شخص بيتفق هو وياه بيشوف البضاعه الصور وكذا بيبعث له ياهن بحوالي، وعلى مقابل هي الحوالي انه بتتسدد، ما بيحمل يعني ما بيستلم هي البضاعه الا يسدد حقها، فبيجي بيسدد حقها بيجي بيلاقي البضاعه هي مختلفه عن اللي شافها. هي نقطه. ونقطه ثانيه، قد احيانا يوصل الشخص يتم الاحتيال عليه ولكن ما بيحسن يشتكي، يعني مثلا هذول اللي بيكونوا ناشرين على الفيس، هذول اللي احنا عم نحكي يعني وقائع اللي عم بتصير، عم ينشروا مثلا على طريق صفحاتهم او الجروبات انه مثلا عندهم دولارات مجمده، فعم يكذبوا على الشخص، عم بيقولوا انه والله تعا نبيعك الدولارات، فعم يروح هذاك بده يشتريهم، عم بيكونوا هن عصابه، عم يكمشوه بالشارع يضربوه وياخذوا منه الدولارات اللي معه او المصاري ويقلعوه، فهذا الشخص لا بيحسن يشتكي، بيخاف اذا اشتكى لانه وقع هو بجريمه وهذا يحصل مصاري، لانه هو اصلا مخالف القانون. تمام. لانه هو مخالف. طبعا. لانه هو مخالف وقع كمان بمطب، يعني حتى هذنك هن عقوبتهم ما تجاوزت موضوع الفيس، يعني صارت هذيك السلب بالعنف. نعم. بس يعني بس هذاك اللي صار الضحيه او هي كمان وقع بمطب، فشلون بده يعالج؟ ما عاد يحسن يعالج. طيب بس الفكره اللي حكيت عنها فرح اللي هي الاجراءات قديش بتاخذ مده، يعني انا اليوم مثلا تعرضت لمشكله عبر اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي وبدي اشتكي، شو الاجراءات لازم؟ هلا الاجراء الاول، شخص تعرض على الفيس لاي مشكله،
بيصور المنشور بيحفظه عنده، بيصور رابط الصفحة بيحفظهم عندهم، بيقدم معروض للنيابة العامة بالمحافظة اللي هو موجود، بتحوله النيابة العامة لفرع جرائم مكافحة الجرائم المعلوماتية، جرائم المعلوماتية بناء على الصفحة اللي هو مصورها والرابط بيقدروا يوصلوا لصاحب هاي الصفحة والرابط، وعن طريق الاتصالات بيوصلوا للاي بي والهاتف تبعه وبتواصلوا معه للشخص وبيستدعوه. يعني هاي القصص احيانا بتاكل اكثر من يومين ثلاثه حسب الضغط اللي موجود عندهم بالفرع. يعني طبعا اذا في شخص مثلا موجود خارج البلد وقام باساءه معينه لشخص موجود داخل البلد وحب يرجع على البلد، هذا الشيء ممكن يتعمم اسمه او هي مانا من الجريمه اللي بترتقي عقوبتها انه نحن يتعمم الاسم؟ كيف يتم التعامل مع هيك اشخاص؟ هلا هون حسب خطوره الجرم وحسب انه ثبوته، فاذا الجرم مثلا خطير وثابت فممكن القاضي يقرر إزاعة الشخص، إزاعة البحث عن هذا الشخص، وممكن إذا كان برات البلد ومعروف وين هو موجود ممكن يتم التواصل وإزاعة البحث عن طريق انتربول ويتواصلوا مع الدولة الموجود فيها ويتم إلقاء القبض عليه وتسليمه للدولة، أو هنيك يتم محاكمته. يعني في هون أمرين، إما يتم إزاعة البحث أو عن طريق انتربول يتم إحضاره ومحاكمته. طيب أستاذ، قبل ما نختم حديثنا خلينا ناخذ بعض الأمثلة، وخصوصا هلأ إذا كان في ورد لكم من بعد القانون اللي تعدل بعض الأمثلة الحقيقية من أرض الواقع اللي لجأت للقانون وبفضل هاي المواد المعدلة قدرت تحصل حقها. تمام. هلأ القانون الحالي لسه ما تطبق لأنه هو يعتبر نافذ من تاريخ خلال شهر من تاريخ صدوره، هو صدر ب 18/4 فهو ل 19/5 اللي تعتبر نافذ من تاريخه بتصير تطبيقه، فهلا التطبيق الحالي هو للقانون القديم لسه ما تطبق. طيب استاذ، بحكم خبرتك واحتكاكك الدائم مع هي القضايا، يعني احنا نتمنى مو تخف، نتمنى انها تلتغى على قد ما فيها تشويه واساءة لكثير من الاشخاص، شو هي يمكن اكبر المشاكل اللي بيتم الشكوى من قبل المواطنين لحتى يلاقوا حل، او ممكن الاشياء اللي فعلا هي بحاجه حل جذري لحتى نخلص منها؟ هلا نحن هي اول شيء بدها توعيه للشخص، يعني انه بالنهايه الشخص هو يكون عنده وعي. شو هي الجرائم الاكثر انتشار اللي عم بتشوفها حضرتك؟ هلا هي اكثر انتشارا هي الابتزاز والاحتيال، وهذول يعني اللي اكثر شيء بيصير فيهم. يعني الابتزاز بيكون شخص تعرف واحدة عن طريق الفيس مثل ما حكينا، هي يعني ما يكون ما بيعرفها بس بيضل بيتصور معها وبيقعد بكذا وبيضل بيجرها، يعني وخاصة في بعض الدول اللي بيكونوا برا، فهني أحيانا بتكون تبعت طلب صداقة لشخص فبتحاول تحكي معه فيديو وبتحاول هي تستجر وكذا تأخذ منه صور وبتبتزه. يعني هي كتير صارت هي القصص، فبصير هو عنده احتمال، يعني يا بده يدخلها يا هي راح تروح تنشر له اياها، تفوت على اصدقائه على الصفحه تشوف مين في اصدقائه وتصير تبعت له اياه هون، فهون بيكون كمان ثاني شخص يعني علق بتشهير سمعته. يعني تمام. يعني وكثير هي صارت، يعني مو انه شوي، يعني وما زالت يمكن هي القصص وعمليات الاحتيال، يعني حتى الخارجيه برا عم يبعثوا طلب ويقول له كثير يمكن صارت. هلا اول العالم هي صار عندها فكره فيها، يعني هدول الشغلتين يعني بيقول له انه انت عائلتك معروفه مثلا برا وفي لك مثلا ارث او شيء شغله، فبيحاول انه يقنعه انه يبعث له مصاري او له شيء حدا، يعني حسب ممكن يكون عنده يعني هداك فكره عنه لهذا الشخص. تمام. فبيحاولوا كمان يمكن يدوروا وين نقاط الضعف عند الشخص ويستغلوا. تمام. وحتى يعني حتى عن طريق الفيس احيانا بيشوفوا شخص ناشر منشور انه عم بيسال انه انا مثلا تعرضت لكذا شو بحسن نساوي، بيدخل لعنده شخص بيقول له احكي معي تعال كذا، بصير بيقنعه انه هو بيقدر انه له نفوذ وانه هو قادر انه يساوي، بس هو بيكون طبعا محتال، فبيحاول يقول له خلص ابعث لي مثلا مبلغ وانا بظبط لك اياه، وبصير بالتواصل هو وياه مباشر، فبلاقي هداك دفع المصاري وهداك اختفى ما عاد تبين. فهي كمان احدى الحالات اللي صارت، يعني حتى احيانا ما بيلجأوا للجان المعلوماتيه، احيانا القضاء هو اللي عم يساوي الكمين للشخص. نعم. يعني هو عم بيكلف احدى الدوريات انه احكوا معه لهذا الشخص ردوا تواصلوا معه ويلاقوا بمكان ويلقوا القبض عليه،
فهي كمان احدى الحالات اللي عم بتصير كمان. نعم بالنهايه استاذ يعني نحن بنطالب دائما بالوعي للناس، يعني هي الجرائم يمكن المرتكبين واسلوبهم صار هو اسلوب مكشوف واسلوب كثير منتشر، فنحن بنتمنى يكون في درجه كبيره من الوعي، مو اي شيء موجود على مواقع التواصل الاجتماعي او على المواقع الافتراضي هو شيء مصدق او مثبت او حقيقي نحن لازم نصدقه، فالوعي هو بالدرجه الاولى مطلوب. في حال تعرض اي شخص لحاله من الابتزاز او اي مشكله او جريمه فيكون واثق انه هو قادر انه يحصل حقه ويتجه فورا للقانون. كل الشكر لك استاذ لكل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لكم ولكافه المشاهدين والكادر. شكرا لك.